اقرأ هذه الآيات على نية تكثير الرزق وشاهد النتيجة بعينك. والله أيها الأحبة، كل من يدعو الله باسمه الأعظم والأسماء التي يحبها لابد أن يستجيب له. هذا ليس كلامي، هذا كلام الملك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، اقرأ هذه الآيات على نية تكثير الرزق وشاهد النتيجة بعينك. والله أيها الأحبة، كل من يدعو الله باسمه الأعظم والأسماء التي يحبها لابد أن يستجيب له. هذا ليس كلامي، هذا كلام الملك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. معادلة رياضية، 1+1=2. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن هنا ينبغي أن نؤكد حقيقة أحبتي، فلا يجب أن تضعها في رأسك قبل أن تشاهد هذا الفيديو، وهي أن الرزق مكتوب، وأن كل إنسان لا يموت حتى يستكمل رزقه من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن كل نفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه أجله. إذن الرزق مكتوب أيها الأحبة، وكلمة مكتوب هنا أي معلوم من قبل الله ومحدد، ومهما فعلت لن تأخذ إلا ما كتبه الله لك. ولكن قد يقول قائل، لماذا أجد فلان رزقه كبير وفلان رزقه قليل؟ هنا أيها الأحبة المشكلة التي يعاني منها كثير من الناس، عدم الثقة بالله. الدنيا أخي الحبيب الله يعطيها لمن يحب ومن لا يحب، ولكن الجنة لا يعطيها إلا لمن أحبه الله. المال لو كان شيئا حسنا لأعطاه الله لأنبيائه، النبي عليه الصلاة والسلام، لو شاء الله لألقى عليه كنوزا وألقى عليه أموالا وجعل له جنات تجري من تحتها الأنهار كما في القرآن العظيم، ولكن الله سبحانه وتعالى حدد له رزقا محددا لأن هذا الرزق هو الذي يصلحه، وهذا الرزق هو الذي يقربه من الله. أكثر من ذلك ربما الإنسان يطغى، نحن لا نعلم طبعا أيها الأحبة. فكمية الرزق التي حددها الله لك هي من أجل مصلحتك، يجب أن تعلم هذه الحقيقة. أنت عندما يكون لديك ولد، طفل مدلل تحبه، وأنت تعلم أنك إذا أغدقت عليه المال سيفسد وسيتجه إلى أصدقاء السوء وسيسرف في فعل المنكرات، طيب ماذا تفعل إذا كنت تحب هذا الإنسان؟ لا، تعطيه القليل، تعطيه ما يصلحه. كذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا أعطاه ما يصلحه. ولا تصدق أن الرزق يأتي بجهدك أخي الحبيب أبدا. لدينا مثالين، رجل يجلس على مكتبه وتأتيه المليارات، ورجل يعمل 20 ساعة كل يوم مقابل الطعام فقط. طب هل يستويان مثلا؟ يجب أن نفكر أيها الأحبة. الرزق ورد في القرآن أكثر من 100 مرة، لم يرتبط بالعمل، لم يرتبط بالجهد، لم يرتبط بالذكاء، لم يرتبط بالتدبير. لم يقل الله تعالى من يدبر أمره ويتعلم ويعمل أكثر ويتاجر أكثر يرزقه أكثر، لا 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 أبدا أبدا. اقرأوا جميع آيات الرزق. ارتبط الرزق في القرآن بالتقوى، وهذه هي الآية الأولى التي يجب أن تحفظها وترددها وتكررها على نية الرزق. احفظ معي أخي الحبيب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كل شيء محسوب أحبتي في الله، كل شيء مقدر. إذا كنت أنا في يعني أنا كبشر ضعيف، إذا ألفت كتاب لا أرضى أن تضيف دار النشر كلمة، ولا أرضى أن المطبعة تحذف صفحة أو كذا، وأنا إنسان بشر. كيف بخالق الكون؟ هل يتم شيء في كونه إلا بأمره وإلا بإذنه وإلا بمشيئته سبحانه وتعالى؟ فلذلك أحبتي في الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية يجب أن تفكر فيها، يجب أن تفهمها أولا. طيب، نحن نرى اليوم أن الإنسان التقي الورع، ولنأخذ مثال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يغدق عليه الله عز وجل المليارات والكنوز كما أغدقها على قارون؟ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز، كان رجل صالح، اختبره الله اختبار بسيط، أعطاه علم كيف يجمع الكنوز، أعطاه علوم يستطيع أن يجمع بها الكنوز. لذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، افتخر بعلمه، لم ينسب هذا الأمر لله. طيب ماذا حدث؟ فخسفنا به وبداره الأرض. طيب هل تحب أن تكون نتيجتك كذلك؟ الذين كانوا في زمن قارون قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، أيوة، إذن القضية تحتاج إلى علم. ماذا قال الذين أوتوا العلم؟ الذي لديه العلم ولديه نظرة بعيدة ويرى الحقائق لا ينخدع بهذا الأمر. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ثواب الله هو الرزق الحقيقي أخي الحبيب، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، وما يلقاها إلا الصابرون، أي الجنة. الجنة هي الرزق الحقيقي، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن الآية الأولى التي يجب أن تحفظها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجب أن تدرك أن الله عز وجل يعطيك بقدر ما يصلحك، ما دمت تقول يا رب لا تقلق لا تخف، معنى ذلك أن الرزق القليل هو خير لك، لأن الله يحب أن يسمع دعائك، يحب أن يسمعك تناديه وتناجيه وتقول يا رب، يحب أن تلتجئ إليه أخي الحبيب. النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤتيه الله الكنوز، لماذا؟ آتاه العلم وآتاه الرحمة وآتاه الصبر وآتاه الإيمان، هذا كله من أبواب الرزق. أنت قد تكون بصحة جيدة ولا تدري أن أصحاب المليارات قد يكون لديهم مشاكل ولديهم هموم ولديهم أمراض، أنت غافل عنها، أنت ترى فقط الشكل الخارجي، ترى الصورة الخارجية. الآية الثانية التي ينبغي أن نتدبرها ونحفظها، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إياك أخي الحبيب أن تشك أن رزقك مكتوب عند الله. لا تستمع لمن يقول الرزق يتعلق بالعمل وبالسعي. أعطوني آية تدل على ذلك، أعطوني حديث نبوي يدل على ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أكد في أكثر من حديث وأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم
أن الجنين منذ اليوم 42 الليلة 42 إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وعظامها وجلدها، ويأتي الملك فيؤمر أن يكتب 4 كلمات منها رزقه. يجب أن تضع هذا المفهوم، هذه العقيدة في دماغك. طيب، نحن نرى إنسان يعمل يأتي بالمال، وإنسان آخر كسول لا يأتيه المال. طيب كيف نقول إن هذا رزقه أكثر أو أقل؟ إذن أنا سأتكل ولن أعمل، هذا الكلام غير صحيح. غريزة العمل موجودة في داخلنا، غريزة الجوع موجودة في تحركنا لنعمل. الملحد يعمل والكافر يعمل ومن يعبد البقر يعمل، وكل الناس بغريزتهم يتحركون نحو العمل، ولكن الأرزاق مقسمة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذه الآية أحبك أيضا أن تتذكرها، رقم 3. تذكر هذه الآية ستهدأ نفسك، لأن الإنسان في هذا العصر وسط هذه الضغوط المادية، وسط الأوبئة التي نعاني منها، وسط التكنولوجيا التي تسلطت علينا والمعلوماتية، وسط الأحداث السياسية والظلم والحروب والمجاعات، الإنسان يكتئب، الإنسان يقلق. يجب أن تحفظ هذه الآية في رأسك وفي قلبك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. هذا الإله العظيم ينزل بقدر ما يشاء، القدر الذي يصلحك، لأن الله يريد لك الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد الآخرة. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، بينما الله يريد أن يفرحك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الله يريد أن يمنحك القوة والعزة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن الله يريدك أن تكون عزيزا قويا سعيدا فرحا مطمئنا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نحن نرى من حولنا الآن أصحاب المليارات غالبا إلا ما رحم ربي، انظر ماذا يفعلون على مستوى العالم. انظر إلى الدول الغنية ماذا تفعل، انظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كم طغت وكم أشعلت من حروب بسبب المال الذي لديها. إذن المال ليس شيء جيد دائما أخي الحبيب. لا خير في المال إلا ما أنفقته في سبيل الله سبحانه وتعالى. الآية التالية التي أحب أن تحفظها أخي الحبيب: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. هذه الآية تنزل عليك شيء من اللطف عندما تقول الله لطيف بعباده، تشعر بقرب الله منك، بلطفه بك، تشعر أن هناك إلها يراك ويسمعك وهو قريب منك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمر الليالي لا يجد طعاما وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا شيء سيء؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلقنا ليبتلينا في هذه الدنيا،
خلقنا لنعبده وليس لكي نجري وراء الدنيا ونلهث وراء الرزق ثم نموت ولا نأخذ شيئا معنا إلا عملنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية التالية التي أحب أن تحفظها أخي الحبيب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحان الله سبحان الله. يعني والله من يفهم هذه الآيات ويفقهها ويتذوق حلاوتها لا يريد شيئا من الدنيا بعدها، ولا تعنيه كل هذه الدنيا سواء كان فقيرا أم غنيا. أكرر أحبتي في الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلما ضاق عليك الرزق قل هذه الآية، قل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبع كلمات. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبع كلمات أخي الحبيب. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كرر هذه الآية وأنت تتخيل أن هناك إلها عظيما قريبا منك، قوي رزاق لا يعجزه شيء. أنت تدعو إلها سميعا بصيرا قويا عزيزا حكيما لطيفا بعباده خبير بشأنك. هو أعلم ماذا في نفسي، أعلم مني بما في نفسي. الله أعلم، ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. إذن هذه الآيات أخي الحبيب ماذا تفعل عندما يتذوقها المؤمن ويدرك ما فيها من معاني؟ يعلم أن كل شيء قسمه الله له إذن هذا هو الخير فيطمئن، لأن الإنسان لا يشبع بطبيعته، لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ابن آدم حقيقة لا يملأ عينه إلا هذا التراب. انظروا إلى من يمتلك المليارات كمثال، ابحث على الإنترنت عن أصحاب المليارات وسلوكهم، تجد أنه يلهث ليلا نهارا ليزيد الرقم، تتحول حياته إلى رقم. لا يستطيع أن يأكل أكثر من دجاجة مثلا أو كيلو لحم مهما حاول، يعني مثله مثل أي إنسان. يعني بيل جيتس الذي كان أغنى رجل في العالم ولديه ما يقرب، يعني بلغت ثروته ذات مرة 100 مليار دولار، يقف ليأكل سندويشة همبرجر ب10 دولار مثلا، مثله مثل أي إنسان عادي. طيب إذن هذه ماذا تشكل هذه المليارات؟ هي مجرد أرقام، هو يجلس وأرقام تزيد وتنقص وليس لها أي معنى. مخترع أجهزة أبل وآيفون قبل أن يموت قال هذا الكلام، حياته تحولت إلى أرقام ولم يعد لها أي معنى لهذا المال، مثله مثل أي إنسان. كل الأغنياء أدركوا ذلك. إذن المال ليس هو عصب الحياة وليس هو المهم، المهم أنت ماذا يوجد في قلبك هنا. إذن أخي الحبيب نلخص هذا اللقاء لكي لا أطيل عليكم. آيات الرزق في القرآن كثيرة جدا، الرزق ذكر في أكثر من 100 آية كما قلت لكم، وهذه الآيات كلها إذا تأملناها، يعني حتى الآية الوحيدة التي فيها سعي فاسعوا في مناكبها وكلوا، لم يقل من رزقكم، من رزقه،
رد الرزق إلى الله. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ذللها لنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لولا أن الله أنزل المطر، لولا أن الله خلق هذه الرياح لتصنع هذه الأمواج، أيها الأحبة، الحياة لن تستمر على ظهر الأرض. البحر سيفسد، الكائنات البحرية فيه ستفسد مع مرور ملايين السنين، لولا فقط نعمة الهواء، نعمة الريح، لن يكون هناك أمطار، لن يكون هناك نباتات لنأكلها، لن يكون هناك أنعام أو حيوانات لنستفيد منها أو نأكلها. إذن رزقنا مكتوب في السماء، وينزل من السماء، وينزل عليكم من السماء رزقا. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. لا يوجد آية تقول للإنسان والله من يعمل أكثر يرزقه أكثر. ثم مفهوم الرزق أيها الأحبة لا يعني كثرة المال، الصحة رزق. يعني أنا يمكن أن أقول لكم هناك منظومة اسمها منظومة الرزق، تتألف من الصحة والعافية رقم واحد، الأمن والأمان المحاط به هذا رزق، الولد الصالح الذي يدعو لك، الولد البار بك هذا رزق، نعمة السمع والبصر رزق، نعمة أنك عندما تأكل لا تعاني من مشاكل في الهضم، في طرح الفضلات، في أسنانك. عدم وجود هذه المشاكل هذا رزق ولكن لا نشعر به. هناك أمراض قد تصاب بها ويصرفها الله عنك دون أن تدري، هذا رزق. هناك حوادث قد تصيب غيرك ولا تصيبك، هذا رزق أيضا. إذن أحبتي في الله، نحن أمام منظومة كبيرة من الرزق. المال يشكل فيها ماذا؟ 1% مثلا أو أقل. لذلك المال ليس كل شيء، هو جزء صحيح، هو سبب من أسباب الرفاهية واستمرار الحياة، ولكن هو ليس كل شيء. أكرر أحبتي في الله الآيات التي ينبغي أن نحفظها ونرددها ونكررها. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. آيات الرزق كثيرة، أنا لن أحدد آيات محددة لأن القرآن كله رزق. إذا أردت تكثير الرزق اقرأ القرآن أو استمع إلى القرآن، ولكن بعض من هذه الآيات ينبغي أن تتأملها وترددها عندما تشعر بضيق الرزق. هذه الآيات ستواسيك، ستذهب عنك الهم وتذهب عنك الدين إن شاء الله. ولا ننسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أكد لنا أنه من دعا بهذا الدعاء أذهب الله همه وقضى دينه. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.